الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شيف تي في مباشره معكم من سوق الجمله للدواجن. واحد العشوائيه كعرفها السوق، واحد التماطل كعرفوا السوق. شوفوا امامكم تريبورتورات وشاحنات ورائحه الكريهه اللي كتاثر على السكان. شوفوا امامكم يعني ما خصهمش يحطوا هنا نهائيا. كنتمنوا من السلطات و الناس اللي إدارة سوق الدجاج الجملة أنهم يديروا لهم واحد الحل باش مابقاوش يحطوا هنا. كاين واحد العشوائية كبيرة، كاين واحد التماطم كبير. راه الصورة أمامكم راه توضح لكم كلشي. يخليو الرائحة الكريهة على برا، يخليو الزبل ديال الدجاج على برا كما كتشوفوا. خاص تكون واحد الحملة كبيرة على صحاب الدراجة التريبورتور والهوندات، مخصوش يبقاو يحطو هنا نهائيا، خصهم يدخلو السوق بشكل قانوني. يعني هاد البلاصة تبقى خالية، هاداك البلاصة غير باركين، ولكن هما مستغلينا وتيبيعو فيها الدجاج بالجملة. الأغلبية ديالهم كيبيعو الدجاج الأفارقة ميت، وكيبيعو السناكات الدجاج ميت. ان شاء الله غادي تشوفوه في ريبورتاج في الكاميرا كاش ان شاء باش خدامين هاد الناس سوق جملة للدواجن. هادشي امامكم عبارة غير على باركينغ، يعني كيبلاصو فيه السيارات والشاحنات، هما مستغلينو و تيبيعو فيه الدجاج بالجملة و تيشارجو فيه. مخصهمش يشارجو، كنتمناو من القائد المنطقة أنه يتدخل في أقرب وقت. إشارة أو شي بلاكة كتدل أن هاد البلاصة ديال الدجاج باش يبيعو فيها بالجملة، خاصك تدخل في السوق الداخلي. علاش كتبيع الدجاج على برا؟